فمرحبا واهلا وسهلا باخواننا الزائرين، ومرحبا ايضا للشيخ الفاضل عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى، الشيخ المحدث الفقيه، نعم الشيخ الشاعر الأديب. بفضل الله وبتوفيقه، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، استطاع بحكمته أن يربط في ذلكم المكان لفضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن خالد الواجعي حفظه الله تعالى، التي أجابتنا على أسئلة الشيخ البرعي ومراقبيه. تم تسجيل هذه المادة في يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال من عام 1401 للهجرة، ورقم هذه المادة 26200. سؤال طيب. الحمد لله من فضل الله، علماء السنة الواحد منهم بالملايين، وإن كانوا قليلا، فماذا الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ عبد المحسن العباد، وماذا الشيخ صالح الفوزان، وهكذا أيضا هناك مشايخ آخرون، وفي اليمن مجموعة طيبة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، والشيخ عبد العزيز البراعي، وهكذا أيضا الشيخ محمد الإمام. نعم، ومن يا أخوان؟ فالمهم الحمد لله أهل السنة هؤلاء الذين استحضرتهم الآن، وليس معناه أن من لم أذكره أو لم استحضره ليس من أهل السنة، ليس معناه ذلك، لكن هؤلاء يعتبرون رؤوس أهل السنة وقد نفع الله بهم. نعم نعم، رجل أفنى عمره كالشيخ بن باز حفظه الله تعالى في العلم والتعليم، في العلم والتعليم والدعوة إلى الله. نأتي بشاب ناشئ بادئ في الدعوة ونقول هذا رجل حركي؟ لا، الحمد لله الشيخ بن باز شجاع، والشيخ بن باز حفظه الله تعالى يعتبر أبا الدعوة في هذا الزمن. أنا أنصح بالاتصال به وبالشيخ الألباني في المشاكل التي تحدث، وإياكم وبنيات الطريق والحزبي، وإياكم أيضا الحزبيين، الحزبية مساخة، فرب شخص قد حفظ القرآن ويختطف الحزبيون بالمادة ويقول له أنت يا فلان صوتك طيب، نجعلك من فرقة الأناشيد، وجعلوه من فرقة الأناشيد، ما يأتي 4 أشهر أو 5 أشهر إلا وقد نسي القرآن، وما يأتي سنة إلا وقد أصبح ضائعا مايعا. فالمهم الحزبية مساخة، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال
قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً